ارجعوا عند توبيخي، هانذا أفيض لكم روحي وأعلمكم كلماتي. من الحكمة أن لما يحصل توبيخ الإنسان يرجع. في أول التاريخ كان في توبيخ إلهي بمنتهى الرقة والعزوبة لقايين. قايين اتغاظ، سقط وجهه، يعني بص في الأرض بغيظ وصعبت عليه نفسه. أم ربنا عاتبه، نبهه، قال له لماذا سقط وجهك؟ أنت زعلان ليه؟ إن أحسنت أفلا رفع. وبعدين قال له عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها وأنت تسود عليها. هل رجع قايين عند توبيخ المسيح؟ ما رجعش. فكانت النتيجة مزيد من الأخطاء، الغضب عالي جواه، وصل أنه قتل هابيل. ولما ربنا كلمه بعدها تاني عشان يخليه يرجع برضه ما قبلش، وفضل فكر اليأس مسيطر عليه. إذا لو كنت حكيم اقبل التوبيخ. أحيانا الواحد يعتبر أنه محدش يوبخني، محدش يقول لي أنت غلطان، أنا كبير كفاية، أنا عارف الصح، أنا ما حدش يشاور لي على غلط، الناس مش فاهمة. أوكي، تبقى مش حكيم، هتفضل طول عمرك جاهل لأنك أنت لا تقبل التوبيخ. ما كلنا بنغلط، في إيه لما حد يشاور لك على غلط؟ وبعدين لو شاور بزيادة يعني حسيته بيظلمك، ما يجوز في جزء من الكلام مظبوط، ما كانش كل الكلام صح، ما يمكن جزء منه صح. فهنا ارجعوا عند توبيخي حكمة. الابن الضال قلبه وبخه، ضميره تعب لما حس أنا افتريت، أنا إيه اللي عملته في أبويا ده وإيه اللي عملته في نفسي ده. هو وبخ نفسه على تصرفاته، عشان كده بنسميه الابن الشاطر. ليه؟ لما وبخ نفسه قام، يعني خد موقف وراجع لأبوه واعترف بخطيته، بقى حكيم طبعا. لكن الابن الأكبر ما سمعناش أنه قبل توبيخ أبوه. لما أبوه مثلا بيقول له يا ابني أنت معي كل حين وكل مالي فهو لك، كان ينبغي أن نفرح، كان يصح نفرح، أخوك كان ميت وعاش. هل قبل الابن الأكبر التوبيخ؟ لو قبل التوبيخ يبقى حكي، هيدخل ويفرح بأخوه، أخده بالحضن ويهيصه. لكن يبدو لأنها كانت إشارة لليهود المتعجرفين أنه لم يقبل التوبيخ. مشكلة من مشاكلنا في الزمن ده أن المتدينين أحياناً بيثقوا في نفسهم ثقة كاذبة، فبيعتبر نفسه عدال عيب خلاص، ما حدش يتكلم معه من كتر ما هو سمع وعارف أو بيخدم، بيعتبر نفسه فوق التوبيخ. طبعاً ده بيبقى معسر ومتعب جداً للناس أنه يكون متدين ولا يقبل أن أقرب الناس يعاتبه أو يشاور له على غلطه. طب ما أنت بتغلط، خليك حكيم وارجع، ارجع عند التوبيخ. ها أنا ذا أفيض لكم روحي. قلنا الامتلاء بالروح بالحكمة هو الامتلاء بالروح القدس، لأن المسيح هو الحكمة، فالامتلاء بالحكمة معناه روح المسيح ملي عقلك وقلبك. أفيض لكم روحي، لما الواحد يسمع صوت ربنا ويخضع ويقبل التوبيخ ويتنازل ويتراجع ويلوم نفسه، كل ده بيجعل الروح القدس ينسكب عليه أو يفيض عليه. وأعلمكم كلمات، يعني أقول لك أكتر. لما ألاقي واحد بيسمعني أدي له أكتر، واحد ما بيسمعش أدي له إيه؟ خلاص، في واحد قافل ودانه ما بيسمعش ما بيقبلش، يبقى خسارة في كلام. وفي واحد لا، منتبه جدا لكل رسالة من السماء، يبقى ربنا يدي له أكتر.